بالنسبة لي حضرتك ليكي أخت ليها أولاد، 3 بنات يتامى، بتقول أنا دايما بفضلها مطلقا بالمساعدة سواء في الصدقة في عمومها أو في من الزكاة. طبعا يجوز ذلك، بل إن الشرع الشريف حبب إلى فعل ذلك، فهو أمر كمان يعني إحنا نصحنا به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الصدقة على القريب يعني سنتان، صدقة وصلة، يعني باخد ثواب الصدقة وباخد ثواب البر بالقريب، يبقى صلة وبر وصدق في ذات الوقت. فربنا إن شاء الله يكرمك، وطالما أنهم كانوا من أهل الاحتياج وانت شايفاهم ان هم في ضائقه وهم من الاصناف، اذا كنت بتطلعي من الزكوات فيجوز لك ذلك، اذا كانوا ممن تنطبق عليهم يعني شروط ان هم ياخدوا من زكاه المال.